تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية أدندان في محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يتم خلال القافلة توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوافر منه حوالي 130 نوع بالمجان، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بالمجان.